بنوتي وبسوتي رو بنوتي رين إيسو أز بخريسو سبشيري وبنوتي دون فيو نوب شايني من تراتي المزامير معلم داود النبي الملك طار بركاته على جميعنا قدموا لرب جميع قبائل الشعوب قدموا لرب مجد وكرامة قدموا لرب مجدا لاسمه احملوا الذبائح وانطلقوا فادخلوا دياره واسجدوا لرب في دار القدس
كلمه النهارده السيد المسيح يعطينا تعليما جميلا في ميلاد الجيل. الكتاب بيقول ان السيد المسيح سال فيلبس ليمتحنه، وايضا بيقول ان السيد المسيح كان عالما ما سيفعله، لان احيانا كثير الواحد يقع في مشكله ويقول ملهاش حل، والسيد المسيح مسؤول ان هو ياكل الناس دي والتلاميذ مسؤولين معاه. ازاي يجيب وراهم 5000 واحد غير الستات والاولاد وما ياكلهمش؟ طب هيمشوا ازاي في السكه؟ والتلاميذ حتى قالوا للسيد المسيح، قالوا له اصرف الجموع لانه يخوروا في الطريق، يعني قاعدين طول النهار مع المسيح ما كانوش. اذا الموضوع محتاج الى انهم متحملين المسؤوليه، لازم ياكلوهم. مشكله في نظر الناس لا حل لها، ملهاش حل. تماما زي مشكله ابونا ابراهيم، ملهاش حل. واحد عاوز يجيب ناس وربنا مش عايز يديله، ملهاش حل. قعد ربنا يوعده اكتر من 60 سنه ينتظر هذا الوعد لحد ما بقى سنه 100 سنه وما خلفش. مشكله لا حل لها. ده في مشكله ايضا بالنسبه لادم ما كانش يعرف يحلها. الكتاب بيقول بعد ما سمى الحيوانات والطيور اما هو فلم يجد له معينا. طب يحلها ازاي ادم؟ مش لاقي واحده تعين. ايه اللي الحل بتاعها ايه؟ لا يستطيع الانسان ان يحلها، خلاص مشكله ملهاش حل بالنسبه للانسان. حنا ام صمويل عندها مشكله ان هي ما بتخلفش. طب حلها ايه بالنسبه للانسان؟ ملهاش حل. مشاكل كتير بالنسبه للانسان لا حل لها، ملهاش اطلاق. ده بعد ما ابونا اسحاق رغم ان هو ابن الموعد وربنا قال لابراهيم نسلك اللي من اسحاق يكون زي نجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر، قعد اسحاق 40 سنه ما خلفش. مده طويله جدا ما خلفش. وبعدين رفقه حتى قالت لي يعني هب لي بنين، قال لها طب انا هجيب لك بنين؟ هو مش بنين؟ مشكله ملهاش حل. نفس الحكايه رحيل قالتها ليعقوب، قالت له هب لي بنين، قال لها طب هجيب لك بنين؟ ربنا مش عايز. فمشكله بالنسبه لرحيل ملهاش حل. الحل البشري منتهي. المرأة نازفة الدم حاولت تحل مشكلتها وما عرفتش، صرفت كل معيشتها على الأطباء وفشل، أصبحت مشكلة ملهاش حل. يايروس بنته مريضة وقربت تموت، وهي مريضة حلها إن هو يجيب المسيح. طب لما ماتت أصبحت في نظره ملهاش حل. عشان كده السيد المسيح بص له كده قال له اوعى تشك، اوعى لا تخف، امن فقط، خلي عندك ايمان وشوف احنا هنتصرف ازاي. ده مريم ومرسى اول ما مات لعازر قالوا خلاص مشكله لا حل لها لان مات. عشان كده لما المسيح راح لهم قالوا له ايه؟ لو كنت ها هنا لم يمت اخ، لكن دلوقتي المشكله خلاص ما بقاش لي حل وانتهت. فأحيانا الإنسان تقابله مشاكل لا حل لها لا في نظر ولا في نظر غيره. أي واحد يبص للمشكلة يقول خلص ما مش ممكن تتحل. زي واحد يجي له مرض خطير ولا المرض الخبيث وكل الدكاترة يقولوا خلاص ده مالوش حل. السيد المسيح بيقول الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله، لأنه ليس شيئا غير مستطاع عند الله. ده الكلام اللي قاله الملاك لزكريا، وقالوا الملاك للعبد مريم قال لها ده إليصابات حبلى في شهرها السادس. الله شهرها السادس دي عجوزة خالص،
ده مش ممكن حد يفكر ان اليصابات بتخلف. فالملك قال لها ايه؟ لكي تعلمي انه ليس شيئا غير مستطاع للاطلاق. ده حاجه تانيه غير مستطاع الاطلاق. يعني كل واحده عجوزه تخلف او في احتمال، لكن عذراء تخلف ده لا احتمال لها، ملهاش اي احتمال ابدا. عشان كده الملاك قال الكلمه دي للعذراء، لان لما قال لها الروح القدس يحل عليك وبعدين هتخلفي، برضه حاجة يعني عايزة إعادة نظر. أنا أوعد شكي أوعد تعلمي ولا ليس شيئا غير مستطاع للأطاعة. يبقى السيد المسيح حط التلاميذ في مشكلة، قال لهم هذه مشكلة قدامكم حلوها، عشان يشوف التلاميذ هل وصل إيمانهم بالمسيح إلى الدرجة الكافية اللي يقولوا له إحنا نروح فين؟ وخبز الحياة عندك؟ إلى من نذهب وخبز الحياة عندك؟ إحنا نروح عند مين؟ هو في مصدر يقدر يشبع الناس غيرك؟ لكن لسه التلاميذ إيمانهم ضعيف، لسه. ده الكلام ده مثلا هنا سأل فيلبس، لكن ممكن وفيلبس سأل الدراوس والدراوس سأل بطرس وكل التلاميذ بيسألوا بعض. طب ده أنتوا شفت المسيح بيعمل معجزات كتيرة؟ شفتوه شاف أول ابن تيروس وأول ابن الأرملة وأول ناس كتيرة وعمل معجزات ضخمة جدا. انتوا بتشوفوا فيه اللي أول ما واحد ميت ما يقدرش يشفع الناس، انتوا عندكم فين؟ إيمانكم وصل لفين؟ مفيش إيمان. طب اللي مشي على المية ما يقدرش يشفع الناس؟ اللي غير قلوبكم، انتوا كنتوا ناس كل واحد في شغلته، ده بيصيد سمك وده قاعد في مكان الجباية يجمع العشور ويجمع الضرايب، فغير قلوبكم ما يقدرش يشبع الناس. لسه موضوع ايمانهم بالمسيح لسه ضعيف. زي واحد تقف قدام المشكله يقول إيه المشاكل كلها ممكن ربنا يحلها الا المشكله دي. يا خبر، بقى في مشكله ما يقدرش يحلها ربنا؟ هننسب والله العكس، اللي مشكله ما يقدرش يحلها. واحد يكون اختلف مع شريك فيه في الشغل ولا مع مراته ولا زوجه، اختلفت مع جوزها، تقول لي انتهت، ما مش مشكله، مش ممكن تتحل. مش ممكن تتحل ازاي؟ هو ربنا يبقى عاجز؟ وحاشا لله ان يكون عاجز. مفيش مشكله قدام ربنا ملهاش حل، مفيش. ده اذا كان ربنا بيدي لطيور السماء اكلها من غير ما تطلب. في مره حد سمع العصفور ولا الحمام ولا الايمان ولا اي طير بيقول يا رب اديني اكل، ما حصلش. بلاش دي، جايز واحد يقول له العصافير هو ربنا بيعملها من غير حاجه ما يجراش حاجه. هل في واحد فينا طلب ان هو يتوجد على الارض قبل ما يتولد؟ يعني صلى ربنا قال له يا رب خليني موجود على الارض، ما صلاش. طب ربنا اداله نعمه الوجود. حد فينا بعد ما ربنا اداله نعمه الرجوع قاعد يترجى ربنا ويقول له اديني صحه واديني عينين واديني عقل واديني جسد واديني حاجه زي كده؟ محدش ربنا قال كده من غير طلب. ولا واحد فينا طلب الطلب ده لان ربنا ادهولنا من اول ما اتولدنا. حد فينا طلب ان هو يتعمد؟ محدش طلب. ربنا ادانا المعموديه مجانا واحنا صغيرين من غير ما ناخد بالنا ولا نجرى اتعمد، ولنا نعمة غفران الخطايا، ولنا الميرون روح القدس، وتناولنا كل ده من غير منطق. في امور كتيرة جدا ربنا بيديها الانسان من غير ما يطلب، وفي امور لازم الانسان يطلبها. عشان كده السيد المسيح قال لتلاميذه قال لهم نعمل ايه في المشكلة دي؟ كان يقولون حلها. وفعلا واحد من التلاميذ يعني حط مشكلة قدام ربنا، يعني ربنا بيقول له مشكلة فهو جابها له كده قال له ايه؟ جبت لك المشكلة عندي. التلاميذ قاعد يدوروا على حد معاه أكل، ليه يعين صغير كده وديته اديته خمس تغيط أو سمكتين يقضي بيهم النهار ياكل. الولد ده لأنه انهمك في عظات المسيح نسي ياكل. ولأنه شبع من عزة السيد المسيح فأعطى كل ما يملك
لو قال له خمس خبزايا، طب احنا يا ابني خبزايا ولا حاجه متضمن الظروف، جايز المسيح ياخدهم يوزعهم على نفسه التلاميذ وتطلع انت يعني الحكايه راحت عليهم. ما يحدثش حتى ولا كاسه خبز. الخمس خبزات مش سنتين ادهم للمسيح كده، قال له خد. ده مش اتعلم يعطي العشور، اتعلم يعطي كل ما يملك. قمه العطاء، حال الطفل ده يعني طفل عجيب جدا. ما علينا. فالتلميذ اخذ الخمس خبزات السنتين. قال طب هو المسيح يعني بيعرض علينا سؤال؟ طب ما احنا لما احتفنا السؤال تاني. جبنا خمس خبزات وسمرتين اهو يا رب، ايه رايك في دول؟ ينفعوا؟ ينفعوا الخمس تلات دول؟ المسيح قال له ينفع، مش انت جبت لي مشكله؟ ما دام جبتها لحد عندي سيبني انا احلها. لكن طول ما المشكله عندك هتتحل ازاي؟ انت مش هتعرف تحلها. واحد يقعد يقول انا دورت على شغل كويس، بذلت مجهود زي التلاميذ اللي تعبوا جابوا الخبز للمسيح. بس بعد كده ده خلاص، لحد ما انت عملت اللي عليك خلاص، ما تقدرش تعمل حاجه ثانيه. تعمل حاجه ثانيه تعمل ايه؟ لما تحط الموضوع كله قدام المسيح تقول له الموضوع بحاله قدامك، انا ما اعرفش احله. السيد المسيح شكر مجرد ما اخذ الخبز البسيط، شكر وبهذا الشكر زاد الخبز. صحيح هي معجزه خاصه بالله، لكن ايضا تدينا فكره ان الشكر ممكن يعطي بركه. واحد ربنا اداله قرشين يقول له متشكر يا رب على قرشين دول، يلاقي القرشين قضوته من الشهر. واحد ربنا اداله طفل ولا طفلين يقول له متشكر يا رب انك اديتني العطيه دي، يلاقي ربنا بارك له في الاطفال دول بقوا كويسين جدا. لكن واحد يتذمر يقول هو اداني انا دول بس وادى الباقي اكتر؟ تمام المدرس؟ ايه دخلك انت بقى؟ مش ده بتشكر على كده، نشكره على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. يا ريت ربنا يدينا حياه الايمان والثقه انه قادر على كل شيء، وانه ليس شيء غير مستطاع لدى الله. ومش بس ليس شيء غير مستطاع لدى الله، ده السيد المسيح قال ايه؟ كل شيء مستطاع للمؤمن. مش بس رضا الله، حتى الانسان اللي عنده ايمان كل شيء مستطاع لديه. لا يقدر ينقل الجبال ويقدر يعمل ما لا يعمله الانسان العادي. مش بنلاقي ناس عندهم ايمان بيصلوا على واحد عليه روح شرير بيخرج؟ اهو ليهم سلطان يخرجوا ارواح شرير وبيعملوا حاجات كثيره جدا جدا، لان الله اعطى بعض اختصاصاته لاولاده. زي يقول انا نور العالم، قال انتم نور العالم. ليس شيء غير مستطاع لدى الله، كل شيء مستطاع للمؤمن. يبقى ربنا بيدينا امكانيات بس احنا احيانا ما بنستغلهاش. يا ريت نستغل هذه الامكانيات اللي ربنا اداها لنا. اعطانا روحه القدوس وبيدولنا كل يوم وفي كل مناسبه، لما نتناول لما نصلي لما نقرا الكتاب المقدس بيدينا الروح القدس. نشكره على اللي ادهالنا ونستغل هذه الامكانيه اللي ربنا ادهالنا ليعطينا الله بركه ولله المجد الدائم. ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب سلامة كنيستك الوعد المقدس الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلام الواحد الوحيد المقدس الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. وكل القطع لباركهم.
السلام التي من السماء تنزل على قلوبنا جميعا، بل وسلامة هذا العمر الذي علينا انعاما. ملك الارثوذكس والجن والرؤساء والوزراء والجموع وجيراننا ومداخلنا ومخارجنا زينهم بكل سلام. يا ملك السلام سلامك اعطينا، لان كل شيء اعطيناك. اختارينا لك يا الله وخلصنا، لاننا لا نعرف اخر سواك. اسمك القدوس هو الذي نقول، فلتحيا نفوسنا برؤيك القدوس، والا يقوى علينا موت الخطيه. نحن عبيدك ولعن كل شامه يا رب. الباب المكرم رئيس رزاق والانباء شنودة وشريكة بالخدمة الرسولية أبينا الأسقف في الانباء مرقوس. من عيدنا رئيس خانتنا الباب المعظم الانباء شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا القديس الانباء مرقوس الأسقف، بركاته علينا امين. الكهنوت المقدسة لاتمنتها اليمك والكيرات المقدسة الطوبوية، فصلا كلمة العقل والاستقامة عن شامك طهارة وبر، وجميع الأزاق والروتين والقمامسة والقسوس والشمامسة وكل امتلاك نفسك الأزعية وقدس الجامعة الرسولية. أنعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية بكل ما هدى، وصلواتنا تسعون عنا كل شعبك، وصلواتنا نحن ايضا عنه مقبل اليك على مسباك المقدس ناطق السماء وراح الدخول. فسائر اداهم الذين يرون الذين لا يرون، اسحقهم واذلهم تحت كلهم سريعا. اما هم فاحفظهم بسلامة وعد في كنيستك المقدسة. ربنا لا نخلص نسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها. صلوا من اجل هذه البيعة المقدسة اجتماعاتنا. مشيتك المقدسة الطوبة ويا بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة. أنا بلنا رب عبيدك التي نزعتنا إلى الأبد، عبادة الأوثان بتمام اقلعنا العالم الشيطان وكل قوته الشريرة، اسحقهم وأذلهم تحت أقدامنا سريعا. أشكوك وفعلي أقتلهم وأنتم قد افترقت فساد البدع أعداء كنيستك المقدسة. يا رب مثل كل زمان لا نزل لهم، حل تعظيمهم وعرفهم ضعفهم سريعا، أبطل حسدهم وسعتهم مجنونهم وشرهم ونميمتك تصنعون فينا. يا رب اجعلهم كلهم كل شيء، بدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة أخي توفي. آمين يا الله. ليتفرج جميع ذاك يا رب من قدام وقف كل غد اسمك القدوس، اما شعرك فليقف البركه ودروب كل غد ومرات رواك السوم. الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن
كيس تاسيتي إبليس أدمته بالزور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السموات هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة صلوا من أجل سلامة الكاملة والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت اجعلنا مستحقين كلنا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي ننال بغير وقوع في دينونة من موابتك الغير الميتة السمية بالمسيح يسوع ربنا قبلوا لا ده العدد اكتر من رفع الايدين في حد عنده اكتر من واحد ده اولا ثانيا لازم تجيبوهم في حصة الالحان مين اللي هيحفظهم الحان واحد يجي يقول ان انا مسؤول عنهم هو من مطانية قدام ربنا انا مكرم عشان تبقى مسؤول ومطانية مطانية يا حبيبي انت طولت اكتر من مطانية طيب هتحفظوا من امتى والساعة كام؟ الساعة كام؟ الساعة 7 مش متأخرة على العيال الصغيرة دي؟ 6 وعشان تبتدي الجامعة عند الساعة 6 ونص يبقى يجي الساعة 5 ونص عشان تديهم ساعة قبل العشية لا مش لا مربيد انا بتفاهم تجيبوا ولادكم اللي هيترسموا دول يوم السبت الساعة 6 انتوا المسؤولين قدام ربنا ان تجيبوهم والاخ الشماس ده مسؤول ان يحفظهم لو تسمح مطاني عنهم يا ابونا عشان تتسال عنهم روحيه ايوه وانت اولادكم كويسين في البيت وتصحوا بدري قوي وتصحوا بابا وماما تجيبوا من الكنيسه انتوا بدري احنا بنرسمكم اوانصم بنرسمكم عشان تجيبوا اهاليكم هنا عشان نضرب عصفورين بحجر يبقى انتوا جيتوا وبابا وماما جم مش كده؟ انا عارف ما انتش فاهمين حاجه خالص وانت اسمك ايه؟ قول اسمك ايه؟ قول يا ولد مش هيقول اسمه مش هنقدر نرسمه وانت اسمك ايه؟ ده صمويل ايه؟ صمويل برافو عليك يلا صمويل وصمويل من العلم اسمه المسلم وتبقوا كويسين في البيت يا اولاد وتصلوا
بس سامعين الكلام ده؟ يبقى في الكنيسه تصلوا وفي البيت تصلوا وتطلعوا تسمعوا بابا وماما اوعوا تعملوا زي الاهل الاسترانيين. خليكم مطيعين وموجودين. سامعين؟ ربنا يتركم مش باخرتها معاك. يا ذا الذي في السماوات. نحن نكمل هذا اليوم القدس كل اوقاتنا بكل سلام مع مقاربك كل حس كل تجربه كل فعل الشيطان مؤامرتنا استعشراء القيم لاداء خفينا زهر الزهر رب عنا وعن سائر الشعب كنا مقدمين خدمتك عن هذه الكنيسه المقدسه عما صالحات النفعات ترزقنا اياها لانك انت رجعت صلى السلطان ان يدوس الحياه العقار لكل قطع دون لا تكن يا رب تجربه لكن يدينا من الشرور تماما والرعب ومحقق في بشر حلاوه ابنك الوحيد رب العالمين خليفه يسوع المسيح هذا رجل من بلد الكرم وهذا سيد التوحيد. تسمعين؟ تصوير مرتلنا على كنيسة الملوك والأنبا بشوي بسيدنا بستراليا خير الإبراهيم وبيت ومشي اسمك إيه؟ لازم يقول اسمك. أنا اسمك إيه؟ اسمه روكي؟ روكي؟ شيل ايه رايك ان انا نور
نوراس فرطنا ملاك الاسم ملاك الأمن بشوف جرجيس فرطنا ملاك الاسم ملاك الأمن بشوف السيد من استراليا خير مبران مرية بشوف السيد من استراليا فرطنا ملاك الاسم ملاك الأمن بشوف السيد من استراليا خير مبران مرية بشوف السيد من استراليا لو سمحت انا مين اهل الراجل الناس قول لابونا لو سمحت شو الناس من جميل مرتنا مالك ليس الملاك الامن مش نادي سيتي في استراليا خير مبران ومبيوت ومشي في فصلات تنفق رمان مرتنا مالك ليس الملاك الامن مش نادي سيتي في استراليا خير مبران ومبيوت ومشي في فصلات تنفق رمان تصبرات تنفق رشوش تنفق مسك أنتوني مرتين مالك الاسم ملاك الأمة بشوية في سيدي تعالوا تاني هنا تعالوا هنا قدام سيدي كلكم تيجوا هنا تعالوا تعالوا قالوا مستحقين أن يكونوا مرتبين مكرمين أمامك لكي يفوزوا تحملوا نقمع الذين أرضوكم الزكاة لأن رحمة كانت فيها لا تطلب لك إكرام كل هذا السجود أيها الأمر عادوا قارا الذين قالوا من السوسية تقدم رب كل عبد وكل جهات وفرق ليوم السوسية احفظ الدين ذات فعل قد ربي من غير وتقدم رب كل عبد وكل جهات وفرق يا رب اسمعنا ندعوك يا عماد خصوصا على كنيسة الملاك والأنبا بشوي بسيدني باستراليا خين إبران أمي بيوت نيم بشيري نيم بابن ماس وابن وطن وطمين في سبرا وتشوف بنتك آمين 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 ندعوك يا هاني خصوصا على كنيسة الملاك والأنبا بشوي بسيدني باستراليا خين إبران أمي بيوت نيم بشي ماس لازم روب بنتك رطول آمين تنجيب منزل شيء بشوي ندعوك يا بطرس خصوصا على كنيسة الملاك والأنبا بشوي بسيدني باستراليا خين إبران أم بيوت نمشير مماس ومنول في اسم رب بنتك رطور آمين اسم رأو تجيب نسي شري سوز بخصوص بن شوي آمين اسم رب مماس ومبرك ليتو آمين ندعوك يا وجيه خصوصا على كنيسة الملاك والأنبا بشوي بسيدني باستراليا خين إبران أم بيوت نمشيري نم بمماس ومنول في اسم رب بنتك رطور آمين في اسم رأو تجيب في كريسوس بخريسوس بشويس آمين بسم الله ما صم بركريتو آمين ندعوك يا طارق خصوصا على كنيسة الملاك والأنبا بشوي بسيدني باستراليا خير نبران ام بيوت نيم بشير نم بماس وبنات بسم الله فانتو كراتور آمين بسم الله وبنات بشويس آمين بسم الله ما صم بركريتو آمين
ندعوك يا امين ونص صرنا كنيس الملاك والامر بشوي بسدني باستراليا خين فران ام بيوت ام بشير ام مسوق اسم رب صوتك رضو امين ام تجبر بشوي امين رب مسوق فرقيتو امين ندعوك يا جورج ونص صرنا كنيس الملاك والامر بشوي بسدني باستراليا خين فران ام بيوت ام بشير ام مسوق اسم رب صوتك رضو امين ام مسوق فرقيتو ندعوك يا روح ونص صرعة كنيسة الملاك والأمة بشوي بسدني بإسراليا خين فران ام فيوت نم بشير نم بمسوى في اسم رب بانتو كراتور آمين اسم روح تجيب رب بشوي آمين اسم رب مسوى بركريتو آمين ندعوك يا انطونيوس اغنص صرع كنيس الملاك والانبا بشوي بسدني باستراليا خين فران ام بيوت نيم بشير ام مسوق اسم رب بانتقراطور امين اسم روت جبر بشوي امين رب مسوق بركيتو امين تعالوا هنا بعد تعالوا هنا تعالوا هنا تعالوا هنا اللي تراشه مريضه لا تخلص شيخ مجموعه الاغنام تراشه مريضه نسال ونرغب اليك ايها السيد رب الله ضابط الكل اقبل اليك عبيدك له ومؤسسين تبعتك فامر حقوق قبل مخافه عبوديتك على المستحقين ان يلمس الاواني يكون مؤسسين مكرمين امامك لك يفوز وتحنونك مع الذين ارضكم وانفسهم بعد لأن رحمة كان في إرادتك بغيرك الكرام كل عفو سبحانه يا ليصان يا ليصان يا ليصان الكبير غني في موهبي الذي أنعم على بيت القدرة برتب وقام في منزل الطيب وشفنا عبيدك الذي دعنا من نفس السيئة تفضل من المطلع حكم كل فرنة تقارك لي ونفس السيئة احتضن في عبوداتك ويا الله انتمر في وابغل تغطى حقا من كل يا رب معنا يا رب ارحمنا يا رب باردنا العظيم محب البشر ماسك الكل بداية فايد روحي على كل احد الذي كل شيء قام بسلطانه الزلق على عبيدك القائمين امامك الذين قدموا لانزي اربع قريك المقدسة التي رعت القديم والجديد يكرز بو امرك شعبك علمهم كلامك الطاهر لزمك ياتي خلاص نفوس امرقاتهم نعم يا رب سلهم بيانك اضيع عين قلوبهم نور وصاياك هب لهم قلب متواضع لكي يقرا ويسر في ابنان سميم مجد ويكرا لكم يا ليصك يا ليصك يا ليصك رب الله اطاعت الكل سبقا يعرف عدد الصيام في كل عالم سبقت تدمر استقعد رب واعطى حكم الاخرى من مثل شعبك انت الان ايضا سميت عبيدك ولا يرسلوا لصوص الدين إنهم حكمة روح النبوة لا توقع لك المقدس الشعبك بسيرة بغير لهم من أمد وحبت باش الذين بك الرحيم يا ليصك يا ليصك يا ليصك اسجد وقبل المسجد ندعوك يا صبحي ونص صرع كنيس الملاك والامر بشوي بسدني باستراليا خين فران ام بيوت نمشي في اسم رب بنتقراطور Yeah.
حق كافة الطهور المال للأبد الساكن في الأعالي والناظر له طلعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومقدسنا يسوع المال الذي خلق كل به ما يرى ما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود العظيم جميع القوات المقدسة أيها الجن واسكافون الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرؤساء والسلاطين والكراج على أربام والقوة إلى الشرق انظر أهو الذي أفعل أفكار فيه يمتلكون أرض ربهم تزيد الأجر يسبحون على الدوام سائر السكوت القائلين أنسيت Yeah.
سرين انتي تكتب سبيز حبس شغاري تفهم وخاف وخم بكوز Yeah.
المقدس وقيامة الأموات واصمد إلى السماء والرسالة من كي ولاك وزور السامية من السموات المقوف نلوم الدن قرب الأقرامين كن أجلك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجد لله بخوف ورعد seeking for Apostolic Orthodox Church of God. Jesus, which you have bought with the honored blood of your Christ, preserve our peace and all apostles, bishops in the best place. Remember, O Lord, our dead father, the honorable Archbishop Patriarch. Pray for our Pontiff Pope Abba Shenouda, Patriarch and the Lord Archbishop of the great city of Alexandria, and for his brother Abba Marcos, and for our Orthodox Bishop. Thank you.
to priest, the priest, the deacon, the subdeacons, and the seventh Orthodox. Cities, districts, islands, and monasteries. Vegetation, crops, vines, and all the fruit-bearing trees in the whole world, the winds of the heavens, the rains, and the fullness of the rivers, waters this year, that Jesus Christ our Lord may bless them and raise it to its measure, grant a cheerful touch to the land, support the human beings, save the cattle, and forgive us our sins. Perfected there.
ذاتي هو النار والذاتي هو رفض رسال معرضي هي مجد المعرضي سهم سمير بفتر عالتا وطيف الدكتور دي أفضل تنبثنا تشوف سلكي تذكر المعرض تنجول كريسو والمرحوم فكرة أرمانيك والمرحومة جنيت ورسمي وشوق البريات
المرحوم روماني والمرحوم رؤوف راغب والمرحوم رمزي ايوه والمرحوم جورج عزيز وراغب صليب وشفيان فهيل وجورج مخيل وروجينا كوزان. تفضل يا رب العرفوز واجمعين حدنا بعد قديسين ابراهيمات اطاطين. كلهم في موضع خضرة لما يرعب الدوس النعيم. الموضع الذي يرى منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسين. ونعم لنا بسلامك إلى التمام.